هي زيارة استثنائية بامتياز، بخاصة أنها الأولى منذ توليه مقاليد الحكم، ما يمنح العلاقات الثنائية دفعة جديدة على الصعود كافة. فقد التقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مساء أمس فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية في قصر الكريملين في العاصمة موسكو. وفي بداية اللقاء رحب فخامة الرئيس الروسي بسمو أمير البلاد المفدى وأعرب عن تطلعه لمزيد من الجهود في سبيل تعزيز العلاقات بين البلدين. من جهته أعرب سمو أمير البلاد المفدى عن سعادته بهذه الزيارة قبل أن يتطرق إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل. شكرا جزيلا فخامة الرئيس. في البداية أشكر فخامتكم والحكومة الروسية والشعب الروسي على حفاوة الاستقبال، وأنا سعيد بتواجدي هنا في موسكو. مثل ما تفضلت فخامة الرئيس، السنوات الماضية كان هناك تنسيق بين البلدين على مستوى عالي، ونتمنى أن هذه تكون قاعدة قوية متينة لانطلاقها إلى مرحلة متقدمة أكثر من السابق للعلاقات بين البلدين. مثل ما تفضلت فخامة الرئيس، هناك أشياء مشتركة بين البلدين، خاصة في مجال الطاقة، في مجال الغاز، وهناك أيضا منتدى غاز قطر وروسيا أعضاء فيه. وأيضا مثل ما تفضلت فخامة الرئيس، العلاقات بين البلدين في المجال الاستثماري علاقات مهمة، وفي الفترة الأخيرة هناك إيجابيات وتطورات إيجابية في العلاقات الاستثمارية، وهناك مشاريع مشتركة بين البلدين، بين الصندوق السيادي القطري والروسي. أيضا سوف نناقش فخامة الرئيس الوضع في المنطقة في الشرق الأوسط والتطورات الجديدة، وأيضا المشاكل التي تعاني منها المنطقة. دور روسيا دور محوري ودور مهم في الاستقرار في العالم، ونتمنى التعاون بيننا وبين الأصدقاء في روسيا، ونحاول أن نجد حلول للاستقرار في بعض الدول في المنطقة. وقدم الرئيس الروسي هدية إلى أمير البلاد المفدى هي عبارة عن صقر بمناسبة زيارة سموه لروسيا. كذلك استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى فخامة الرئيس رمضان قادروف رئيس جمهورية الشيشان، وذلك في مقر إقامة سموه. وكان سمو الأمير قد عقد اجتماعات مثمرة مع كبار مسؤولي روسيا الاتحادية، فاجتمع بسعادة السيدة فاليتينيا ماتفينكو رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي، وذلك في مقر المجلس. كما استقبل سمو الأمير سعادة السيد كريل ديمتريف رئيس الصندوق الروسي للاستثمار المباشر والوفد المرافق، وذلك في مقر إقامة سموه. كذلك التقى سموه سعادة السيد سيرجي سوباينين عمدة مدينة موسكو، وذلك في مقر محافظة المدينة، حيث تم استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين. وكان اليوم الأول لزيارة سموه إلى روسيا الاتحادية قد شهد اجتماع سموه مع سعادة السيد سيرجي نارشكين رئيس مجلس الدوما الروسي، وذلك في مقر المجلس في العاصمة موسكو. أعلنت شركة روتانا الرائدة في قطاع الضيافة والفنادق عن افتتاح أحدث فندق من فئة الخمسة نجوم، فندق سيتي سنتر روتانا. احنا حقيقة يعني شراكتنا مع روتانا هي شراكة استراتيجية، واحنا فخورين جدا بهذه الشراكة. روتانا مثل ما قلت يعني تقدم برودكت مختلف عن اللي موجود في السوق، خاصة انها يعني ماخذة طابع الضيافة العربية واللي احنا محتاجين فعلا في السوق القطري. تم تطوير الفندق من قبل شركة الريان للاستثمار السياحي آرتيك، ويتكون من 287 غرفة تتسم بالرفاهية والعصرية، بالإضافة إلى 94 شقة فندقية، ويضم سلسلة من المطاعم العالمية ومجموعة من المقومات الفندقية على أحدث طراز. طبعاً هو هذا الفندق جاي في وسط المدينة وقريب من قاعة المؤتمرات، ونوعية يعني نوعية الخدمات والضيافة حيكون طبعا مختلفة
عن الفندق اللي هي أوركس اللي هو قريب من المطار. وطبعاً الفنادق اللي هنا تخدم نوعية اللي هي كثير من المؤتمرات اللي تستضيفها قطر محتاجة لهالنوعية من الفنادق، وخاصة هذا الفندق فيه قاعة كبيرة بالنسبة للمؤتمرات. الفندق يمثل طفرة كبرى في مجال السياحة ويشكل معلماً سياحياً بارزاً لمدينة الدوحة. رعاية الفئات ذات الدخل المحدود خاصة شريحة العمال، وتقديراً لدورهم في مسيرة بناء دولة قطر ومن ثم خلق علاقة تكافلية وتكاملية تقوي النسيج المجتمعي، كانت من بين الأهداف التي أدرجت في حملة يستاهلون التي أطلقتها مؤسسة قطر الخيرية. متبرع ممكن يذهب إلى أي موقع من مواقع قطر الخيرية المنتشرة في المجمعات والفروع المتواجدة، بإمكان الحصول على القسائم بين فئتين، فئة بخمس ريال وفئة بعشر ريال. الدفاتر تنباع على شكل دفتر بقيمة 125 ريال للفئة خمس ريال و250 ريال للفئة عشر ريال. ممكن المستفيد ياخذها ويشتريها من أحد المنافذ ويتبرع فيها بالطريقة اللي هي تناسبة. حري بالذكر أن حملة السهلون ليست المبادرة الأولى التي تطلقها قطر الخيرية لصالح العمال، بل سبقتها العديد من المبادرات والحملات التي تهدف إلى تعزيز القيم الثقافية والحضارية بين أفراد المجتمع وخلق أجواء من التماسك والتكافل الاجتماعي. أشرف سعادة اللواء الركن حمد بن علي العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع على حفل كلية أحمد بن محمد العسكرية على توزيع شهادات التخرج على مرشحي الدفعة 11 من منتسبي الكلية البالغ عددهم 89 مرشحا، إضافة إلى خريجي دورة دبلوم العلوم العسكرية للجامعيين رقم 2 البالغ عددهم 20 مرشحا. نحب نهني اولا سيدي حضره صاحب السمو امير البلاد المفدى سمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني على هذه المناسبه العظيمه. تخريج الطلبه هذيلا هم يصبون في بناء المجتمع وتوصيته الكريمه بان احنا نهتم في المواطن، وهذا حقيقه اليوم نخبه من الشباب اللي تخرجوا، وان شاء الله نتمنى انهم يكونوا ان شاء الله لبنه في بناء هذا الوطن ان شاء الله. الخريجون كانت لهم كلمة عبرت عن مدى فرحتهم بإكمال سنوات الكلية الأربعة، مؤكدين استعدادهم للانتقال إلى خدمة الوطن كل من موقعه. تعجز الكلمات في التعبير عن شكرنا وتقديرنا لهذه المؤسسة العسكرية الأكاديمية الغالية التي دخلنا إلى رحابها ونحن مجرد طلاب ثانوية، وها نحن نخرج منها رجال أشاوس مسلحين بالعلم العسكري والأكاديمي، جاهزين لتلبية النداء الوطن إلى أي جهة يؤمر بتوجهنا إليها براً أو بحراً أو جواً. أتقدم بالشكر الجزيل للكلية قائد وضباط وأفراد، وأتقدم بالشكر الجزيل موصول لأفراد الأعضاء التدريس عموماً، وشعوري صراحة شعور أب فرحان بابنه يعني. وتابع الحضور خلال الحفل فيلماً تسجيلياً عن مسيرة النجاح التي عاشها مرشحو الدفعة 11 بالكلية منذ التحاقهم بها حتى تخرجهم فيها، وما مروا به من مراحل تدريبية وأكاديمية، وما نفذوه من تمارين ميدانية داخلية وخارجية. الكلية ككلية يعني فعلاً وفرت كل الإمكانيات بحيث أنه يكون مكان مناسب عسكرياً وأكاديمياً، يعني الأجهزة والمعدات والأساتذة والإمكانيات والمكتبة، كل الظروف مهيئة لتخريج جيل متميز إن شاء الله يخدم هذا البلد المعطاء إن شاء الله. وتضم الدفعة المتخرجة مرشحين من القوات المسلحة ووزارة الداخلية والأخوية والحرس الأميري، بالإضافة إلى طلاب من دول شقيقة من الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت وليبيا.
تقديرا لجهود الطلاب وتحفيزا لهم كرم المجلس الأعلى للتعليم الطلاب الفائزين في مسابقتي الأولمبياد الوطني والعالمي للروبوت خلال احتفال أقامه لهم في فندق شيراتون. يذكر أن قطر استضافت في نوفمبر الماضي الأولمبياد العالمي للروبوت بمشاركة أكثر من 44 بلداً، وقد مثل دولة قطر في هذه المسابقة 33 فريقاً من أبرز الطلاب الموهوبين من مختلف المدارس بعد تأهلهم في أولمبياد الروبوت الوطني، حيث خاضوا منافسات قوية مع نظرائهم من الطلاب المتميزين في العلوم والهندسة من شتى دول العالم. مسابقة الروبوت كانت وايد زينة، كانت تعلمنا شلون يعني نتكلم قدام الناس وما نستحي، ونتكلم اللغة الإنجليزية ونتعرف على ناس جدد من حول العالم، اللغة من العرب ومن الجانب. وكانت مسابقة حلوة لأن كل ما أمشي مكان ألاقي اختراعات عجيبة، لأن بعدين بتفيد المستقبل، بتفيد أبنائنا، وبعدين الحياة بتصير تتطور بتصير أحسن. عشان شيء إحنا نبني الروبوتات عشان يوم نكبر أولادنا يتعلمون ويستفيد منها من الحياة. أنا أول شيء أنا مستانس وايد لأني شاركت في المسابقة، وكانت بدايتي بالمسابقة ما كنت أعرف أي شيء، وكان الهدف من المسابقة إن إحنا نبني الروبوتات ونشوف نجتهد ونبرمجها. وأنا ما كنت وايد شاطر في الإنجليزي، فهذا المسابقة علمتني شلون أتكلم بالإنجليزي وساعدتني في وايد أمور. من أنا صغير دخلت في الروبوت. الروبوت بدايتها صعبة، خاصة في البرمجة في الرياضيات والفيزياء وفي التركيب، لازم نحن نخترع الروبوت. فاكتشفت الروبوت، دخلت المسابقة وشاركت وفزت. من أنا صغير كبرت وفزت، وهذه السنة شاركت في الروبوت وأخذنا المركز الأول على قطر. واستضافة قطر لبطولة الأولمبياد العالمي للروبوت 2015 هي الأولى في تاريخها، وتعد خير دليل على التقدم الذي تحرزه الدولة في مجال دعم تطوير المواد والمهارات المرتبطة بالعلوم والهندسة.